ولمزيد من المتابعة والتحليل بتنضم إلينا من القدس المحتلة رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الوطني والأهلية. أهلا بك سيدة رتيبة. في البداية يعني مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هناك حضور لما يقرب من 50 وزير للخارجية من مختلف أنحاء العالم، استجابة أيضا لجهود تنشيط عملية السلام التي أطلقتها السعودية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر والأردن لدعم عملية السلام. برأيك دكتور رتيبة، ما هي الإجراءات التي ممكن أن تتخذ في هذه الدورة بالتحديد لدعم عملية السلام، وهل ممكن يستجيب الجانب الإسرائيلي لهذه الجهود أم لا؟ يعني بداية بدي أحكي إنه هاي الدورة تمتاز بالتحضير المسبق طويل الأمد، سواء على المستوى الإقليمي في دول المنطقة مصر والأردن والقمة التي أقيمت في العلمين للتحضير لهذه الجلسة من الأمم المتحدة بالذات، أو حتى اللقاءات والجهود الدولية التي بذلت على مستوى الدول، في آخرها كان 77 والصين في هافانا في كوبا وغيرها من اللقاءات لحشد المواقف الدولية اتجاه القضية الفلسطينية وضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية للسير قدما في عملية السلام. اليوم نحن نشهد تغيرات دولية وحسابات وتحالفات دولية جديدة مع صعود قوى في العالم مثل الصين وروسيا، والقوة المنتظرة لقوة البريكس ودخول أعضاء جدد من الدول أيضا العربية في هذه المنظمة الحديثة. أعتقد أن هذه التغيرات الدولية وهذا التحضير الدولي لما قبل كلمة الرئيس يوم الخميس المقبل في الأمم المتحدة ستعطي زخم مختلف هذه المرة، وستحاول حشد الآراء نحو مؤتمر دولي للسلام، وهذا مطلب كنا قد أطلقناه كفلسطينيين وكدولة فلسطينية منذ عدة سنوات، ولكن لم يقابل بالجدية الدولية. اليوم هنالك تصارع في القوى حتى في الاتفاق السعودي المرتقب والمفاوضات الأمريكية المرتقبة، هنالك جهود عربية تبذل لمحاولة دفع إسرائيل للتزحزح عن موقفها المتعند في رفض أي تسوية للقضية الفلسطينية. ما زالت إسرائيل حتى اللحظة ترفض أي تعاون أو أي ضغط أو أي حتى مبادرة لإنهاء القضية الفلسطينية وإحقاق الحقوق الفلسطينية. ما زالت بعض الدول تحتفظ بحق النقد الفيتو لحماية إسرائيل من العقاب، ولكن أعتقد أننا من خلال هذه المحاولات والتحالفات الدولية نقترب خطوة لربما للأمام نحو محاولة الضغط على إسرائيل بالدخول في مفاوضات للحل النهائي وإقرار الحق الفلسطيني ورفع الفيتو الدائم عن منع العقوبة ضد إسرائيل والسماح لها بانتهاك جميع القوانين الدولية والإنسانية دون حسيب أو رقيب. وطبعا نحن نعلم بأنه خلال هذا العام تم تقديم مذكرة لجميع الانتهاكات الإسرائيلية التي قامت فيها خلال هذا العام منذ بداية هذا العام تجاه الفلسطينيين، بما يشمل هدم البيوت والتوسع الاستيطاني والإجراءات العنصرية المختلفة، وكانت مرفقة أيضا بشهادات مكتوبة من عدد من الدول التي قدمت وجهة نظرها نحو استمرار الاحتلال وأثره على الحق الفلسطيني والوجود الفلسطيني لمحكمة العدل الدولية. نأمل بأن كل هذه الجهود الدولية أن تسهم في تقريب الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، ولكن حتى اللحظة مئات القرارات من الأمم المتحدة اتخذت من أجل الحق الفلسطيني ولكن لم ينفذ أي منها على أرض الواقع. نأمل أن تتغير هذه الخارطة اليوم بالجهود العربية الإقليمية والدولية.